نحن نقدر القوانين البرلمان الأوروبي ونشكر على هاي الجائزة بس نريد يعني يشوفون أكثر لهاي الحالة اللي بيها الناس اللي تتهاجر وتترك مناطقهم نشوف يعني يشوفون أكثر الأحداث اللي تصير أنه يحاربون داعش ولكن إلى الآن لم نشاهد تحرير أي امرأة يزيدية مع أنه هناك أكثر من 3500 بيت داعش إلى الآن ما شفنا تم محاسبة عنصر واحد من عناصر داعش بعد عدنا يعني ما صار عدنا فرحة أنه نفرح أنه داعش راح ينتهي لأن ما نريد داعش ينتهي بالاسم فقط نريد يحاسبون على هذا الشيء